رجعت لكم من الفاصل، سيبنا خلال الفاصل احلى صينيه قرع عسلي بالمهلبيه في الفرن لدرجه حراره 130. انا مش بشكر يعني في الصينيه عشان انا اللي عاملاها، لا والله، بس هي لو عملتيها بالطريقه دي حلوه قوي. وزي ما بقول لك دايما يعني انا بحب الاكل اللي بعمله وبنقل الطاقه الايجابيه اللي انا بعمل بيها اكلي بحب. كل الناس اللي هيدوقوا اكلك هيحسوا قد ايه يعني انت نفسك فعلا حلو في الاكل. هي دي كلمه نفس حلو، نفس حلو يعني انت عاملاه بحب مش واقفه بالغصب في المطبخ. تعالي نشوف، انا قلت لك بقى الطاجن او صينيه قرع العسلي او قرع العسل، انا ما اعرفش هو ايه الصح فيهم، قرع عسلي ولا قرع عسل. انا يعني في خناق ما بيني وما بين مخرجنا ان هو قرع عسل، انا مقتنعه ان هو قرع عسلي. وبعدين من الاخر انت هتروحي عند الفكهاني هتلاقي بتاع كبير قد كده اللي هو شمام ولا هو بطيخ وبرتقاني كبير كده اسمه قرع عسلي، عسلي علشان طعمه سكر. وما تقوليش قرع بس، قرع بس يعني انت يا اما هتتريقي على الراجل وهو قرع فهندخل في مشاكل فهيديكي بالقرع العسلي دي مش عايزه اقول لك هيعمل ايه، يا اما يفتكرك ان انت ست فجايه فاضيه بقى وبتهزري وراح تقرعي عليه. فاقول لك ايه، هو اسمه قرع عسلي بالنسبه لي انا هنا من خمس مقادير وبس. سيبنا بقى من موضوع قرع العسلي وتعالي ندخل في البروتين. انا قلت لك صينيه او طاجن القرع العسلي اللي احنا عملناه بالمهلبيه، باقي المهلبيه طبعا ما حدش سابها من زمايلي خلال الفاصل، يعني احنا لازم برضو ناخد باور كده زي ما بقول لكم. المهلبيه ولا القرع العسلي بيدوا طاقه، احنا كنا المهلبيه وهنكمل القرع العسلي بعد الحلقه ان شاء الله. عملناها عشوه، تعالي نشوف بقى بخمس مقادير تانيين. يعني انا النهارده اليوم كله قاعده معاكي، نعمل غدانا ايه؟ حاجه بسيطه وخفيفه، صدور فراخ كانت موجوده هنعملها بطعم جديد بالليمون والنعناع، سنة سبايسي للناس اللي ما بتحبش السبايسي تشيل الفلفل الحامي اللي انا حطاه. عندي فراخ ونعناع، الليمون انا موظفاه عصير ليمون وموظفاه ترانشات ليمون، وعندي حوالي اربع فصوص ثوم مفروم. تعالي سريعا سريعا كده نشوف هنعمل ايه. التتبيلة واساس الاكلة كلها في التتبيلة النهاردة هو ده، تعالي نشوف هنعملها ازاي. اسخن بس الشواية او الطاسة اللي هشتغل فيها على طول، واهلا اهلا اهلا بالكبة منورانا النهاردة منوراني في الحلقة النهاردة وربنا يستر انا وهي بقى. هحط كده شوية نعناع، النعناع من جنينتنا، من جنينة مطبخي هنا، ما يعني ما روحتش في اي حتة بصراحة. اهو الجنينة ما شاء الله يعني الحاجة خضرة وفريش. حطيت النعناع، هحط توم وليمون، عصير ليمون، هحط شوية فلفل حامي، وهحط توم من حوالي أربع فصوص توم كده، وهحط شوية زيت زيتون، التوابل بقى لان انا بقولك الاكلة دي كلها في التتبيلة، شوية كزبرة ناشفة. ما تخافيش من التوم اللي احنا حطيناه، احنا حاطين نعناع وحاطين كزبرة يعني في معادلة في الهضم فما تقلقيش يعني. وهحط شوية ملح، ده الوقت الوحيد اللي انا هتبل فيه الفراخ بتاعتي. سنة فلفل اسود بسيطة قوي لان انا حاطة فلفل حامي. وهي دي التتبيلة. فين الغطا؟ اهو لقيت الغطا. انا بتخض اصلا لما بشوف لما بشوف البتاع ده الكبة دي بتخض. تمام، يعني ريحة النعناع ايه؟ هحط بس سنة
زيت بسيطه، مش ملاحظين حاجه؟ انا قلت سنه زيت لوحدي عادي جدا من غير زنه زيت اللي انا بقولها كل مره. ده دي التتبيله، دي اساس التتبيله كلها بتاعه الفراخ. بصي اكله سهله ازاي، ما فيهاش اي حاجه. واغسل ايدي ونرجع نشوف هنعمل ايه في اكلتنا. النعناع، خلطة النعناع والليمون اللي انا بقولك عليها دي جربيها بجد حلوة جدا جدا جدا. هتقعد مثلا، طبعا اي تتبيلة في لحمة او فراخ بتقعد اقل حاجة مثلا ساعة، وكل ما بتقعد التتبيلة كل ما بيبقى طعمها احسن. انا عشان الوقت بوريكي بس الطريقة وهشتغل على طول. هحط كده ايه، ليمون، وهاخد مكعب فراخ، وهحط سنة ليمون كمان. انا لو ضمن ان ورق النعناع ما يتحرقش مني وانا بشويها كنت حطيت ورقة نعناع عشان يبقى شكلها حلو يعني، بس هو الطعم كفاية. انا ضمن طعم النعناع في التتبيلة اللي احنا حطيناها. وهنزل في الطاسة على طول، يعني اول ما لمست وشمت النار بس ريحة النعناع والليمون عملوا شغل عالي جدا. الفراخ ما بتاخدش خالص وقت، هقلبها على طول كده وانا بحط سيخ اقلب التاني. يعني طعمها حلو وتتبيله حلوه وفي هضمه، ما تخافيش من التوم خالص. وحتى الولاد كمان الصغيرين ممكن يمسكوها كده، عارفة للسيخ ضمن قد ايه بروتين دخل جسمه، يعني مش هتقعدي بقى تتخانقي ياكل فراخ ولا ما ياكلش فراخ. انا بس اديتك الفكره والطريقه عشان ما اضيعش ولا وقتك ولا انا كمان وقت البرنامج هيسمح ان انا اعمل الفراخ كلها. انا اديتك الفكره، فكره سهله وبسيطه، وبيتهيالي مقادير موجوده. يعني كل ست رايقه كده تحب تشرب الشاي بمزاج كده تلاقيها حاطه نعناع، حاطه ليمون. والليمون في الشتاء كمان، بيتنا بالذات كمصريين او اي حد بيتهيالي الليمون موجود على طول صيف شتاء، بس في الشتاء كمان بزياده شويه. مش قصدي يعني عشان ست بيت يبقى راجل البيت ما يقومش يعمل الشاي، لا عادي ممكن في وقت من الاوقات يضطر ان هو يقوم يعمل الشاي، ايه المشكله يعني. هنحاول كده نشوف اكلتنا عشان نقدمها على طول. يمي 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 يمي، خمسة يمي بالشكل ده. انا بقى مش هتكلم خالص خالص، مش هتكلم، انا هسيبك تجربي وتدوقي، وانتي كمان اللي تقوليلي زي ما الشكل ده طلع حلو الطعم هيبقى حلو ازاي. جربي بس. والفراخ مش هتاخد وقت، هتطلع على طول.
ممكن نسمع هنا. ريحة الدخان في البيت، سن البخور، سن الفحم، مش هتحسي بأي حاجة خالص. المستكة بتاعتنا والحبهان شوية كده على النار، مش هيبقى فيه أي روايح خالص في البيت من الدخان اللي بيطلع من الأكل. دي حاجة. عقبال ما أنا الفراخ بتاعتنا بالنعناع والليمون تستوي، نسيت أقولك بس إن مش بس شكلها حلو صينية القرع بالمهلبية، طعمها كمان حلو. دي حاجة مفروغ منها خلاص. اقول لك بقى يعني غير الطاقه اللي بيمدنا بيها القرع، لا قدر الله، بس انا يعني ما رضيتش اقول واحنا بنطبخها في الاول كده عشان نفتح النفس يعني. ريحه الفلفل بيقي جدا من تصلب الشرايين. اي حاجه مسدوده كده، القرع ليه ما شاء الله فايده فظيعه ان هو بيسلك الدنيا كده لا قدر الله. الناس اللي عندها حصوات في الكلى يعني مسهل، وهو كمان بيشتغل كويس قوي للامساك يعني. هما مش عايزين يقولها في البرنامج بس انا بضحك عشان كده ان هما بيقولوا لي مولاش. عادي، ناس كتير على فكره بيعانوا من موضوع الامساك بالناس اللي بتاكل نشويات كتير يعني. هقدم الفراخ على طول. حط بس ايه حاجة خضرة كده هنا كمان. ان شاء الله يا رب يبقى غداكي من 5 مقادير النهاردة حاجة كده زي ما شكله يفتح النفس. انا اضمن لك ان طعمه يفتح النفس جدا جدا جدا. غدا خفيف بمقادير قليلة، بتكاليف برضو قليلة وفي وقت قليل جدا، وعشاكي بصينية القرع بالمهلبية أو الحاجة الحلوة لو ممكن تروحي بيها عزومة لحد، ممكن تقدميها للضيوف لما يجوا عندك، لولادك كمان بالذات، تبقى حاجة يا رب تعجبك إن شاء الله. يا رب أتمنى متابعتك دايما ليا في مطبخي، مطبخ 5 مقادير وبس. إن شاء الله يا رب كمان أتمنى إن طبقي تبقى خفيفة على معدتك زي ما بتمنى حلقتي تبقى خفيفة على قلبك. مستنياكي دايما ومستنية متابعتك لينا في قناتنا، قناة ست البيت، وبالذات معايا من 5 مقادير وبس. أسيبك في رعاية الله. باي باي.